ركوا تاني. مساء الخير، مساء الخير يا اهل الخير. عبد الرحمن رحمه، عبد موجود موجود. طب عبد سميع سمعوا له؟ عايزين نفهم. انا قبل الفصل قلت لكم ايه؟ واتقوا الله ان الله شديد العقاب. عرفت به؟ انا بسأل على عبد موجود اذا كان موجود ليه، ولا عبد سميع اذا كانوا سمعوا له ليه، ولا عبد الرحمن اذا كانوا رحموه ليه، علشان الكلام اللي انا قلته من كلام ربي وقرآنه. واتقوا الله ان الله شديد العقاب في ايه؟ في ماهية الامر والحكم عليه.